أيها الإخوة وأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا، ثم أما بعد، عباد الله، اعلموا أن شهر رمضان شهر عظيم وشهر مبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر فيه ليلة الخير من ألف شهر. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل ملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجل لابس السلاح في سبيل الله ألف شهر فلم يدعوا عنه، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه، فعجبوا من قوتي. فأنزل الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول الله: ليلة القدر خير لكم من تلك الألف شهر التي لبس ذلك الرجل فيها السلاح في سبيل الله فلم يدعه عنه. عباد الله، شهر رمضان هو شهر الله سبحانه وتعالى، يعني شهر رمضان شهر كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى وفرقان. عباد الله، اعلموا أن شهر رمضان هو شهر صبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وهو شهر صبر، والصبر ثوابه الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصبر ضياء. عباد الله، one of the also the important parts besides the importance of the night of power being the month in which the Quran was revealed, and that it being a month of fasting and cultivating patience, Allah subhanahu wa ta'ala has told us in terms of the importance of doing the extra good deeds and the extra prayers. And Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam also said this is the month of Qiyamul Layl. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل صيام بعد رمضان شهر محرم، وإن أفضل الصلاة بعد صلاة المكتوب صلاة الليل. صلاة الليل يعني صلاة الليل في شهر رمضان. عباد الله، know that the important parts, some of the important parts of the month of Ramadan is that this is the month in which Allah Azza wa Jal decreed Laylatul Qadr to show the spiritual supremacy in Islam over fighting over materialism, which was mentioned in the earlier hadith. Know, brothers and sisters in Islam, that the superiority of Ramadan being the month of fasting, that is the month of the burning away of sins, and that whoever fasts the month of Ramadan with sincere intentions, and whoever seeks to stand on the night of Laylatul Qadr, that according to Rasulullah ﷺ, all of the sins of the servant will be forgiven. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our fasting, accept our qiyam, and may He bless us all with a beautiful Ramadan. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.